أحبائي طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، يلا مع بعض نكمل مراجعات إزاي أحل الامتحان. طبعا المراجعات اللي قبل كده موجودة في قوائم التشغيل. يلا نراجع الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني، ادخلوا عليها وشاهدوا الحصص اللي قبل كده. إزاي أجاوب على السؤال ده؟ ري رايت، أقرأ الجملة كويس جدا جدا وأشوف بين الأقواس مطلوب إيه، وركز ان هو عايز نفس المعنى مش هغير المعنى. Number one, I have arranged to visit أسوان. Visiting ده التعبير عن المستقبل باستخدام المضارع المستمر present continuous am is are verb ing. هبدأ بالسبجكت I، أظبطه بقى I am ولا is ولا are. I am visiting أسوان. Number two, I intend to visit أسوان. أنوي زيارة إيه؟ أسوان. طب هستخدم going. am is are going to plus infinitive. تمام. I am going to، فين الفعل؟ موجود عندي visit أسوان. وأكمل I am going to visit أسوان. Number three, our plane is at 9 p.m. leaves. صيغة كمان للتعبير عن المستقبل present simple express time table، نعبر بيه عن المواعيد. هشيل is وهكتب leaves مكانها واكتب الجملة زي ما هي. Our plane leaves at 9 p.m. Number four, I promise to buy you a mobile. Promise to، هشيلها وهكتب مكانها ايه؟ will. تعبير عن المستقبل في حالة الوعد بنستخدم will. I will buy you a mobile. Let's check your answers. زي ما احنا قلنا بالظبط. Number five. Your brother ate a lot of sweets and now feels ill. Ate. شايف كلمة ate؟ أكل في الماضي. أخوك أكل كثير من الحلويات والآن يشعر بالمرض. Shouldn't. تعبير عن الندم خدناه. طب استخدم ايه؟ shouldn't have past participle. shouldn't have past participle، بس لازم ابدأ بالsubject. your brother، your brother ماله؟ shouldn't have، فين التصريف الثالث؟ من ate eaten. صح، your brother shouldn't have eaten a lot of sweets. بس كده. number 6، he didn't help his friend. He didn't help his friend. ما ساعدش صاحبه. I should. كان ينبغي أن يساعد صاحبه. هستخدم إيه؟ should have past participle. ركز هنا الفعل في الماضي didn't help، يبقى لازم أستخدم should have past participle. He should have helped his friend. أضف لها ED طبعا. I'm sure he killed the girl. Must. Must. خلي بالك killed في الماضي، يبقى استخدم must have past participle. he must have killed the girl. number 8، I am not sure they took the money. I am not sure، واستخدم might في took، يبقى استخدم might have past participle. they might have taken the money. يبقى انا عندي لو لقيت فعل في الماضي في الجملة ركز كويس ومطلوب منها استخدم shouldn't أو must أو can't أو might، يبقى لازم يجي وراهم have past participle. should have past participle. shouldn't have past participle. must have past participle. can't have past participle. might have past participle. امتى يا مستر؟ لو الفعل في الماضي. اوعى تنسى. check your answers. Number 9، المباشر والغير مباشر. Reported speech، جمل متكررة كتير أو في الامتحان. Don't touch the snake. نوال ست علا. اسلوب أمر instruction. لا تلمس الثعبان. مين اللي حذر مين؟ نوال قالت الكلام ده لمين؟ العلا. عايز كلمة warned، سهلة جدا. دور معايا على السبجكت. نوال حذرت مين؟ نوال ورنت علا. طب حذرتها تعمل ايه؟ شايف كلمة don't
دي شيلها واكتب not to. يبقى انا لو لقيت don't في اول جملة زي كده هعمل ايه؟ هحذفها وهكتب مكانها not to. نوال warned علا not to, واكمل بقى الجملة not to touch the snake. Number 10, stand up, the teacher said to the class, ordered, أمر, سلوب أمر, أمر, مين اللي أمر؟ The teacher ordered the class. شفت أنا عملت إيه؟ شلت said to, كتبت order. Number 9, شلت said to, كتبت warned, زي ما هو مطلوب مني أنا بستخدم. The teacher orders the class, بيعمل إيه؟ هنا اسلوب امر فعل في المصدر, يبقى هربط بتو, هربط بايه؟ تو حبايبي الحلوين. يبقى انا لو لقيت دونت هربط بنوت تو, لو لقيت فعل في المصدر هربط بتو. نقول تاني, لو لقيت دونت هربط بنوت تو, لو لقيت فعل في المصدر هربط بتو بلس انفينيتيف. ذا تيشر اوردرد ذا كلاس تو ستاند اب. نمبر 11, ذا بانك از نيكست تو ذا بارك. Mr. Nasri said to Omar, I stole. هحذف مين هنا وهكتب مكانها مين؟ سامع الإجابة الصحيحة, هحذف said to وهكتب مكانها told. يبقى Mr. Nasri told Omar. هقف شوي, في quotation marks, في علامات تنصيص. بدأنا بإيه؟ في don't؟ لا. في فعل في المصدر؟ لا. هنا في فاعل, يبقى هربط بالذات, هربط بيه حلوين بذات. مستر نصري told عمر that the bank, اكتب the bank. المضارع بيتحول الى ماضي, present, past, present, past, present simple, past simple, present perfect, past perfect, present continuous, past continuous, is, was, are, were, have, had, has, had, will, would, can, كود. ما تنساش, يبقى انا بحول الزمن. مستر نصري told عمر the bank was, واكمل بقى الجملة next to the park. ما ننساش, لو في شوية كلمات هبدلها, يعني في now هكتب then, في tomorrow هكتب the following day, في yesterday هكتب the day before, في ago هكتب, هكتب ايه شباب؟ سامع الإجابة الصحيحة, before. excellent. number 12, I am learning how to swim, said طارق. هشيل مين يا شباب؟ هشيل الكوتيشن مارس وهربط بذات. طب هقولها ازاي؟ هبدأ بالسبجكت, مين اللي بيتكلم؟ طارق. طارق said that. طب ما كتبناش told ليه؟ مفيش مفعول يا حبيبي. يبقى طارق said that. مين اللي بيتكلم؟ طارق. هشيله وهكتب مكانه ايه؟ he. لسه قال المستر نصري ان في present احوله past. طب هنا في am احولها تبقى was. يبقى طارق said that he was learning how to swim. ركز معايا يا حبيبي في الشريحة دي. يبقى ان احنا قلنا لو في don't هشيلها واكتب not to, لو في فعل في المصدر هربط بto, لو في فاعل هربط بذات, زي ما احنا قلنا بالظبط. 13, do you like reading, طه asked the teacher. مين اللي بيسأل؟ المدرس. بيسأل مين؟ بيسأل طه. الإجابة هنا هجاوب بيه, لو أنت مكان طه هتقول yes أو no, yes I do أو no I don't. يبقى هنا سؤال بجاوب عليه بيس أو no. ركز معايا, يعني أنا هربط بإيه في النص؟ if أو whether, W-H-E-T-H-E-R, whether, if أو إيه شباب؟ whether, W-H-E-T-H-E-R. هقول إزاي الجملة دي؟ هبدأ بـ the teacher. عمل إيه؟ سأل. سأل مين؟ the teacher asked طه. قلنا هنربط بإيه؟ if. هنربط بإيه؟ if. بس هنحول من present إلى past, من مضارع إلى إيه؟ ماضي, قاعدة ثابتة عندنا. The teacher asked طه if, يوعد على مين؟ طه. يبقى ينزل به like, هتبقى في الماضي ايه؟ like it reading. يبقى الجملة ازاي كلها؟ The teacher asked طه if he liked reading. يبقى لو الإجابة عندي
بتاعت السؤال yes أو no هربط بif أو whether. Number four, will you finish your homework؟ هل ستنهي واجبك؟ علي said to his sister. علي said to his sister. Asked. مين اللي بيسأل يا شباب؟ مين اللي بيسأل؟ علي بيسأل مين؟ بيسأل أخته. صح الكلام ده. يبقى إيه الإجابة الصحيحة يا شباب؟ علي asked his sister. أنا هسمع منكم الإجابة. ده إجابة بيس أو إيه؟ نو يبقى هربط بإف أو إيه؟ وذر. طب يو عايدة على مين؟ فكر كويس. ويل قلنا هتتحول تبقى وود. كويس جدا. يور هوم ورك هو بيكلم مين؟ اكتب إجابتك وانتظر الشريحة اللي جاية تتأكد منها. Number 15. How many planets are there? He said. He wanted to know. He wanted to know. هنا ده سؤال بس محتاج معلومة. يعني مش هينفع أجاوب على بيس ولا نو. يعني مش هينفع هربط بإف ولا وذر. هربط بأداة الاستفهام. مين أداة الاستفهام؟ How many planets. خدها كلها زي ما هي كده. How many planets. How many planets. بعد كده هبدل بقى. هبدأ بمين؟ بذير. طب آر هتتحول في الماضي تبقى إيه؟ لسه قايلين تبقى وير. يبقى الإجابة كلها he wanted to know how many planets there were. Number 16. What are you doing, Mona? Said Rufaida. Asked. تاني هعمل إيه؟ مين اللي بيسأل؟ رفايدة بتسأل مين؟ رفايدة asked Mona. هربط بإيه؟ أداة الاستفهام الموجودة عندي. مين هي؟ what. يبقى رفايدة asked Mona what. يو عايدة على مين؟ صح؟ اكتب إجابتك. طب هكتب بعد كده إزاي؟ يبقى رفايدة asked Mona what she إيه؟ قلنا الverb to be من present يبقى past. was doing. يبقى كل الإجابة رفايدة asked Mona what she was doing. Let's check your answers. Number 17. They have painted the building again. They have painted the building again. عايز كلمة been. Grammar passive يا شباب. اوعى تنسى المبني للمجهول. قسم الجملة زي subject حط تحتها خط. Have painted verb خط. The building object تحتها خط. Again هكملها في النهاية. يبقى أنا عندي subject verb object. هبدأ بالobject. مين الobject؟ The building. T capital عشان في الأول. The building هظبطها بقى مفرد ولا جمع؟ مفرد. يبقى تاخد has been. has been. بعد كده past participle موجود عندي painted. يبقى the building has been painted again. عملت ايه؟ بدأت بالobject بعد كده ظبطت الobject. لو هو مفرد هياخد has. لو هو جمع هياخد have been past participle. يبقى have او has been past participle. Number 18. Someone has drawn pictures. ابدأ pictures. ممكن يقول لي ابدأ استخدم been. Pictures plural ولا singular؟ مفرد ولا جمع؟ جمع. يبقى هستخدم معها have ولا has؟ have. have been past participle موجود عندي drawn. يبقى pictures have been drawn. Number 19. Has she sent the emails؟ استخدم have. ما برضو passive. Have وبعد كده الobject. مين الobject؟ The emails. وهكتب ايه؟ been sent. been sent. يبقى الإجابة كلها have the email been sent. Number 20. He hasn't taken the photos yet. Subject he. Verb hasn't taken. Object the photos yet. تنزل في النهاية زي ما هي. بتيجي في نهاية الجملة المنفية at the end of the negative sentence. ها
هستخدم بين ازاي؟ فين ال object؟ the photos جمع ولا مفرد؟ جمع، يبقى haven't. ليه haven't؟ ما هو عندك الجملة منفية يبقى لازم تنزل بالنفي. لو سؤال تنزل سؤال، لو منفية تنزل منفية، لو إجابة مثبتة positive sentence تنزل positive sentence. يبقى the photos haven't been taken yet. قاعدة F خدناها في ثلاث وحدات، آخر ثلاث وحدات. He isn't tall so he can't play basketball. افهم الجملة المعنى، هو مش طويل لذلك لا يستطيع أن يلعب الباسكتبول، كرة السلة. استخدم F. اللي فاكر معايا قبل كده قلنا في الحصص اللي فاتت، لو جملة مستقبل استخدم حالة أولى، لو جملة مضارع استخدم حالة تانية، لو جملة ماضي استخدم حالة تالتة. هبص على الجملة كويس. He isn't، isn't the present. Isn't ايه؟ present. هو مش طويل، يبقى حالة مستحيلة، يبقى استخدم الحالة التانية. If he ايه شباب؟ if he was tall صح، if he were tall صح. لو هو طويل كان حصل ايه؟ he could play basketball، يبقى حالة تانية he could play basketball. طب عملت ايه يا مستر؟ انا شفت الجملة هنا isn't present، يبقى استخدم حالة تانية مع ملاحظة ان لو جملة منفية اخليها اثبات، ولو جملة مثبتة اخليها منفية. لو هو طويل كان قدر يلعب basketball، if he was tall he could play basketball. If he were tall, he could play basketball. 22. You should study hard. جملة مكررة كتير أوي في امتحانات. تحفظها كده. ده النصيحة. If I were you, I would study hard. Excellent. 23. He arrived late, so he missed the play. استخدم حالة if. هبص على الجملة كويس جدا. الجملة هنا present ولا past؟ past، يبقى هستخدم الحالة التالتة. هستخدم الحالة ايه؟ التالتة مع نفي الإثبات وإثبات النفي. طب ايه الحالة التالتة؟ if had past participle، والجزء الثاني would have past participle. طب هن في الجملة طبعا عشان هنا الجملتين مثبتة، هقولها ازاي؟ if he hadn't، صح كده، if he hadn't arrived late كان هيحصل ايه؟ لو ما وصلش متأخر he wouldn't have missed the plane. He wouldn't have missed the plane. واحد شطور يقول لي طب ما انا ممكن يا مستر اعمل ايه؟ هغير ال adjectives، هغير الصفات، صح؟ يعني بدل ما اعكس late أعكس ليت أخليها early، هعكس missed أخليها caught، ماضي أو past participle بتاع مين؟ catch، صح. طب هتبقى إزاي؟ أنت لو متميز هتعمل كده. if he had arrived early كان هيحصل إيه؟ he would have caught the plane. caught C-A-U-G-H-T، caught past participle of catch. Number 24. Ali didn't study hard, so he failed. Ali ما ذاكرش كويس، هو رسب. خلاص هستخدم ده ايه؟ جملة ماضي، يبقى حالة تالتة. If past participle، if past perfect، بعد كده ايه؟ would or wouldn't have past participle. علي didn't study hard so he failed. لو ذاكر علي كويس كان حصل ايه؟ نجح. هقولها ازاي؟ if علي had، عشان الجملة منفية يبقى اغيرها اثبات. if علي had studied hard كان هيحصل ايه؟ he wouldn't have failed. he wouldn't have ايه؟ failed. واحد تاني رفع ايده شايف وعايز يجاوب اجابة تانية، طبعا هسمعه هيقول لي ايه؟ excellent. if علي hadn't
لا هاد افعلي هاد studied hard كان حصل ايه؟ he would have passed صح نجح عدى او he would have succeeded succeeded نجح excellent now let's check our answers unless if you don't play well they will lose they will lose sorry they will lose طب هعمل ايه يا حبايبي شيل اف ودونت واكتب unless تاني شيل اف ودونت واكتب ايه unless وما تغيرش حاجه تاني شيل اف ودونت واكتب ايه unless تمام طب لو حاله تانيه شيل اف ودينت واكتب unless طب لو حاله تالته شيل اف ونوت واكتب unless اوكي اف they don't play well they will lose عايز unless هتبقى ازاي unless they play well they will lose 26 I advise you to do your best نصيحة النصيحة if I were you I would infinitive if I were you I would do my best if I were you I would do my best 27 if I were them I wouldn't sell the car I shouldn't لو انا مكانهم يبقى كان المفروض عملوا ايه او ما عملوش ايه هبدا بمين مين الفاعل موجود they shouldn't فين الفاعل في المصدر they shouldn't sell the car 28 if he arrives early he will catch the bus طب هنا يا مستر ما فيش don't ولا doesn't طب هعمل ايه اكتب شيل اف واكتب unless معايا شيل اف واكتب ايه unless وكمل الجزء الاول زي ما هو unless he arrives early he بدل ما هي will خليها won't نفي بتاع will not won't يبقى اقولها ازاي كلها unless he arrives early he won't catch the bus let's check our answers past perfect الماضي التام وحبايبنا ده سؤال بيجي كتير قوي ما تنساش لو انت عجبك الفيديو سبسكرايب للقناة الآن وفعل الجرس مراجعات قبل كده الحصص اللي فاتت موجودة في قوائم التشغيل يلا راجع الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني دوس عليها وشاهد الفيديوهات السابقة وشيرها مع أصحابك First he watched TV then he ate lunch قال لي مستر مصري قبل كده بعد أفطر يجي First action ايه first action الحدث الاول يعني had past participle يبقى first action يبقى هشيله واكتب مكانها ايه had past participle طب الجزء الثاني second action الحركه الثانيه هكتب مكانها ايه past simple after he had watched tv comma he ate lunch excellent 30 after they had cooked lunch علي arrived هدية من وضع الامتحان لو جابها لك تعمل ايه شيل after في النص وحط before مكان الكومة في النص تمام شيل after في الاول كده تمام احذفها وضع before في نص جملة they had cooked lunch before علي arrived 31 before he went to school he had packed his bag after برضو هدية من وضع الامتحان after had past participle وجزء التاني past simple يعني هعمل ايه هحذف before وهكتب after وهعمل تبديل لجملتين شقلب يا حبيبي after he had packed his bag he went to school 32 he had a shower then watch TV as soon as equals after يعني بعد as soon as يجي first action والجزء الثاني second action اللي عمل الأول had a shower طب هقولها ازاي بعد كده أو as soon as أو after زي ما هو طالب مني as soon as هكتب as soon
as soon as he had a shower. بعد كده he watched TV. هكتب اتنين هاد يا مستر. اه ما هو احنا قلنا ايه بعد هاد يجي يا شباب past participle the first action. Yes, let's check our answers. Okay. Number 33. He didn't go out without taking the money until. بس معلش في الشريحة اللي فاتت في هاد ناقصة. هاد أشو. 33. He didn't go out without taking the money. مش هيقدر يخرج بدون ما ياخذ ايه الفلوس. طب هعمل ايه؟ قبل until didn't plus infinitive زي ما هو كاتبها لي. He didn't go out until he had taken the money. تاني يعني قبل until didn't plus infinitive. طب بعد until first action. He didn't go out until he had taken the money. 34. She didn't buy the books till she had saved the money. عايز after. اللي بيجي بعد after. First action. فين موجود في الجملة؟ She had saved the money. يبقى أقول after she had saved the money. أعمل كومة. بس دي جملة منفية. لا حولها إثبات. يبقى هتبقى إزاي؟ She didn't buy. واكتب التصريف التاني بتاع buy. Bought. يبقى هقولها ازاي يا حبايبي؟ After she had saved the money, she bought the books. 35. By the time I did my work, I had prepared well. عادي جدا. By the time بتساوي كلمة before. بس الاختلاف ان before هنا ال P small يبقى استخدمه في النص. يبقى هقول الأول first action. بعد كده before. بعد كده second action. اكتب اجابتك. 36. As soon as he had left, his brother came. By the time بتساوي before. By the time يجي وراها second action وبعد كده first action. طب لو في النص first action by the time second action. Write your answers. اكتب اجابتك. Check your answers. I didn't know the answer, so I didn't tell you. ده ايه ده؟ حالة تانية ولا أولى ولا تالتة؟ لا دي الجملة في الماضي وبستخدم حالة تالتة مع ملاحظة نفي الإثبات وإثبات النفي. If I had known the answer. If I had known the answer, I would have told you. Yes, 38. I didn't have more money, so I didn't buy the expensive tool. زي اللي حليناها قبل كده. اكتب اجابتك. He didn't get high marks because he didn't study hard. نفس اللي حليناها قبل كده بس ركز فين فعل الشرط وجواب الشرط. لو عمل ايه كان حصل ايه. Let's check our answers. حبايبي الحلوين ما تنساش سبسكرايب للقناة. Mr. Nasri loves you so much. Goodbye. See you soon.